أهلا بكم إلى التفاصيل. نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء إلنا عن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قوله إنه أجرى محادثات مثمرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاتفاق النووي والمبرم عام 2015، وأضاف إنه من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي. وقال ظريف أن الطرفين قدما مقترحات عن كيفية تنفيذ الاتفاق النووي والخطوات التي ينبغي للجانبين اتخاذها بالاعتماد على كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته داخل الاتفاق. في الأثناء تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة ظريف وطالبوا بقطع العلاقات مع طهران.